السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. كالعادة سادة تغطيتنا لليوم من صالة العيساي، وكل سيارات مستوبيشي بالمملكة نستعرض مع بعض أحدث سياراتهم اللي وصلت لأسواقنا في المملكة. إكسباندر موديل 2021، سيارة عائلية صغيرة الحجم تعتبر مناسبة تنافس أكيد بالدرجة الأولى تويوتا رش. كمواصفات، مواصفاتها جميلة وسعرها مناسب. نبدأ تقييمنا للسيارة. طبعا منها فئتين، السيارة اللي اليوم موجودة معنا هي فئة الفل كامل، إضاءاتها فل LED بالنسبة للعالي والواطي كلها LED، وكشاف ضباب الواجهة الأمامية طبعا نفس هوية مستوبيشي على جميع سياراتهم، إن كانت سيارات SUV أو السيارات اللي هي السيدان نفس الهوية. الشبكة الأمامي جاي عليه تطعيمات كروم بالأسفل، كشاف ضباب وفتحات للتهوية أو للتبريد نقدر نقول بشكل أبسط بلس، بالإضافة لحماية بأسفل السيارة. الجزء الجانبي جنوط كروم جاي باللون الفضي واللون الأسود. إشارات انعطاف طبعا إشارات جاي LED، وجاي هذا الجزء بالأسفل باللون الفضي. كروم حول النوافذ بشكل كامل، خاصية الدخول الذكي والمتعارف عليه بالبصمة. جناح خلفي، طبعا هذا كشاف ضباب بالخلف. المساحة الخلفية خلونا نشوفها مع بعض ونقيمها بعد، تعتبر مناسبة. فيها حاملات للأكواب أكيد موجود بالجهتين، بالإضافة لي منفذ 12 فولت. منفذ 12 فولت، مساحة تخزين بالأسفل، كاميرا خلفية طبعا متصلة أكيد بشاشة أمامية. إضاءتها الخلفية طبعا جاية LED واضحة LED. تقييم استهلاك الوقود، كل لتر بنزين يمشيك 15.7 كيلو، التقييم ممتاز بلاس، بنزين 91، مستوبيشي إكسباندر 2021، محركها 1500. مثل ما ذكرنا طبعا هي الأقرب لتويوتا رش. من ناحية السعر طبعا يعتبر سعره مناسب، 71,000 ريال، هذه بالنسبة لفئة الفل كامل. طبعا المراتب تنفك معك بشكل كامل لسهولة الدخول والخروج. طبعا بكل سهولة تطوي المراتب او ترفعها. خلونا نشوف المساحة الخلفية للمرتبة الاخيرة كيف بتكون. فتعتبر المساحة الخلفية فيها نقدر نقول إذا قدمنا المرتبة هذه تعتبر مناسبة. مقابض داخلية كروم، نوافذ كهربائية، تخشيب باللون الأصفر بينو بلاك، كروم موجود عليها أكيد بشكل كامل. مساحة تخزين طبعا الأرضية جاية باللون الأسود، والمراتب أكيد باللون البيج. نتكلم عن إمكانيات المحرك. إمكانيات المحرك 4 سلندر، دفع أمامي 1500 سي سي، الأحصنة أكيد 104 حصان، والعزم 141 نيوتن. هذه مواصفاتها، وهذه البطارية 4 سلندر. طبعا هذا سعره 71,900. اللي حاب يعرف مواصفاتها بشكل كامل يصور الشاشة.
بيانو بلاك طاغ على الجزء هذا بشكل كامل. شاشة طبعا مثل ما ذكرنا متصلة بكاميرا خلفية الجيروتوميك بالأسفل مساحة تخزين، منفذ للشحن، المكيف تشغيله طبعا بصمة، بريك يدوي. لكن بدون تكاية، لكن فيها مساحة تخزين بالأسفل لكن بدون تكاية. مثبت سرعة ما شاء الله، أكيد أوامر صوتية، الردع على المكالمات، والتحكم بالميديا بشكل عام كله موجود على عجلة القيادة. تراكشن، تحكم بالمرايات، مستوى الإنارة، فمواصفاتها حلوة وجميلة غير السعر المناسب بعد. طبعا عاجبني اللون هذا، اللون هذا عاجبني بشكل كبير كذا باللون الأصفر، طبعا تخشيب جاي باللون الأصفر، وأسفل جاي كروم ممتد بشكل كامل، حتى على النوافذ فتحة التكييف جاي كروم، والأبواب طبعا جاي هذا الجزء التحكم بالنوافذ فيه كروم، فوق بشوي جاي كروم، جاي تخشيب باللون الأصفر، وهنا جاي بيانو بلاك، والنوافذ طبعا التحكم فيه جاي بلاستيك، وهذا الجزء كروم. تفاصيلها بسيطة لكن جميلة، ضايفة لمسات فيها جميلة. أتمنى التغطية نالت إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك. الشماسات طبعا ما فيها مرايات لكن في إنارة بالسقف. طبعا على ذكر الإنارة خلونا نشوف التكييف اللي بالخلف، هذا التكييف ما شاء الله تحكم مستقل طبعا بالخلف، طبعا هذا اكيد تأمين للسيارة في حال كان عندك اطفال بالخلف، بضغط الزر طبعا الباب ما راح ينفتح من الداخل فقط من الخارج، نوع من انواع السيفتي والامان في جميع السيارات بشكل عام بغض النظر عن كان سيارة ميتسوبيشي ولا لا، فاغلب السيارات تجي فيها نفس الخاصية هذه. التحكم بالاضاءة طبعا جاي اوتو ما شاء الله، اخيرا وليس اخرا خلونا نشوف مفتاح سيارة ميتسوبيشي الجديدة، نفس السيارات نفس التصميم لجميع سياراتهم، نظرة سريعة كذا عليها من الخارج، في أمان الله.